دائما بالسعادة والهناء. مشاهدينا الأعزاء، الشوط الأول الرئيسي للثنايا أبكار ينطلق في هذه اللحظات. انطلق الشوط الأول الرئيسي للثنايا أبكار. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد دائما وأبدا. إذن أشواط هذا اليوم هي 13 شوطا خصصت للثنايا البكار والقعدان، وأيضا للسودانيات بفئتين البكار والقعدان. مقدمة الشوط اليوم هو يوم السبت الموافق 8 من شهر فبراير لعام 2014، ومسافات هذا اليوم هي 8 كيلومترات. تشارك في هذا الشوط حربة لمحمد بن سالم بن عجيان المري، مهنية لمحمد بن خليفة المهيري العنود، نواف الأسمر بن راضي البنتان، مزاحة صالح بن حنظل المري، أيضا بشرة عتيق بن قراع المري، الشاهينية هادي بن سالم بن لفجح، الذيبة حمد بن جار الله بن حسين البريدي، قضية سعيد بن راشد بن حبيبة الغزيل، راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، وكذلك الغزيل فاهد بن ربع الحربي، سلابة لمحمد بن ناصر بن حمود الشافي، وبشاير جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري، الفايزة راشد بن علي بن رايه المري، وأخيرا قشمرة لناصر بن بالعوض المنهالي. هذه الأسماء مشاهدينا الأعزاء، ونتجه مباشرة لنبحر معكم في مقدمة هذا الشوط. حربة تقود المنطلقات في هذا الشوط. محمد بن سالم بن عجيان المري يقدم لنا حربة في هذا اليوم وفي هذا الشوط. المركز الثاني ومن تحتل ثاني المراكز الذيبة حمد بن جار الله بن حسين البريدي. ننتقل مشاهدينا إلى أعزائي والحفل الكريم إلى المركز الثالث، غشمرة لناصر بن محمد بالعوض المنهالي. على المركز الثالث الدور دور المركز الرابع هنا بالغزيل لراشد بن ناصر بن حباب الهاجري أو النعيمي، عفوا راشد بن ناصر الجبر النعيمي. ننتقل مشاهدينا إلى أعزائي إلى المركز الخامس، الشاهينية هادي بن سالم بن لفجح. هذا هو نداءنا الأول مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم. ونعود إلى مقدمة الشوط وإلى حربة، من تسيطر على حربة وعلى مقدمة هذا الشوط. تنطلق في هذا الشوط الأول الرئيسي أقوى أشواط الثنايا البكار وخيرة الثنايا البكار، تشارك في هذا اليوم وفي هذا السباق المحلي التاسع. إذن حربة ما زالت سيدة الموقف منذ الانطلاقة، تعود ملكيتها لمحمد بن سالم بن عجيان المري، بينما المركز الثاني هنا الذيبة لحمد بن جار الله بن حسين البريدي. ننتقل مشاهدينا إلى أعزائي إلى المركز الثالث، هنا الغزيل راشد بن ناصر الجبر النعيمي، ولمسات وأيضا تضمير بريك بن فرج بن هادي بن هليل المري. أشوف اللمسات في يوم أمس اختطف أحد أشواط الجذاع، وفي هذا اليوم يشارك أيضا بهذا الشعار، شعار راشد بن ناصر الجبر النعيمي. في يوم الأمس أهدى السلام إلى أهل الجملية، واليوم أيضا يطمحون في تكرار السيناريو. أتمنى لهم التوفيق. المركز الرابع مشاهدينا إلى أعزاء الشاهينية لهادي بن سالم بن لفجح المري، وتليها على المركز الخامس بشرى لعتيق بن قريع المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا إلى أعزاء أيها الحفل الكريم في أول أشواط الثنايا، أقوى أشواط الثنايا في هذا اليوم، خيرة الثنايا لمن ناموس الشوط الأول الرئيسي، شوط الإعلام والإعلاميين، شوط يتناوله المحللين، شوط أيضا تتوجه إليه الأنظار، وأيضا أثمن الأشواط وأغلاها وأثمنها قيمة هذا الشوط، الجوائز العشرة المراكز الأولى، ولكن الهدف والمطمع هو المركز الأول، المركز والموقع المستهدف دائما وأبدا. حربة ما زالت سيدة الموقف تسيطر تمام السيطرة على المركز الأول مع شعار محمد بن سالم بن عجيان المري على صدارة الشوط. يا سلام، هذه حربة جاهزة لخوض معركة هذا الشوط.
في أول الأشواط. محمد بن سالم بن عجيان يقدم لنا حربة في الشوط الأول. المركز الثاني الغزيلي راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي. المركز الثالث التسلل في هذه اللحظات سلابة لمحمد بن ناصر بن حمود آل شافي، وأيضا تسلل ودخول على سلابة في هذه اللحظات من شعار بالعوضي واسمها غشمرة ناصر بالعوضي المنهالي. على المركز الثاني، المركز الثالث سلابة لمحمد بن ناصر بن حمود آل شافي. المركز الرابع أيها الأعزاء الغزيل راشد بن ناصر آل جبر النعيمي، وخامس المراكز بشرى لعتيق بن قريع المري. هذه نتيجتنا ونحن نقترب مشاهدينا الأعزاء من أن نطوي الأربعة كيلو مترات الأولى ونبتدأ في الأربعة المتبقية. أربعة كيلو مترات ستنقضي في هذه اللحظات، وأيضا نبتدأ مع الأربعة كيلو مترات المتبقيات، وما زالت الأمور بقيادة حربة، ما زالت سيدة هذا الشوط، ما زالت تسيطر على الشوط الأول الرئيسي. محمد بن سالم بن عجيان ممثلا لأهل المعيذر في هذا اليوم وفي هذا الشوط، يا سلام. ولكن ممثل الوثبة قادم، ممثلة الوثبة قادمة، عاصمة الميادين غشمرة ناصر بالعوض المنهالي، ممثلا لأهل المضبي في هذا اليوم وأهل أيضا ميدان الوثبة، يا سلام. ناصر بالعوض المنهالي قادمة، قادمة غشمرة بشعار النجوم وشعار غيرها من الهجن التي حملت هذا الشعار. المركز الثالث الوصول من سلابة محمد بن ناصر بن حمود آل شافي، وأيضا هل الريان يتابعونك يا بن شافي. المركز الرابع مرحبا بهذا الوصول، قضية تصل مشاهدينا الأعزاء بسجلها الحافل بتاريخها الحافل بالإنجازات، قضية تنطلق لسعيد بن راشد بن حبيب المري على المركز الرابع، وتنتقل انتقال ممتاز للغاية إلى المركز الثالث. المركز الرابع ما زالت فيه سلابة لمحمد بن ناصر بن حمود الشافي ومزعج المضمرين يتواصل مع بشرى على خامس المراكز. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، وما زالت حربة سيدة الموقف، ما زالت حربة هي الأقرب للفوز، ما زالت حربة ترقص على أرضية الميدان، يا سلام يا سلام. إذن بانت الأسماء الخطيرة، المنهالي على المركز الثاني بالعوضي، بالعوضي شعاره قوي وخطير على المركز الثاني، يقدم غشمرة في هذا الشوط الأول الرئيسي. المركز الثالث قضية 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 في هذا الشوط، وتحاول أن تحل قضية وأزمة الشوط من خلال تقدمها واحتلالها للمركز الأول ولناموس الشوط. المركز الرابع هنا يصل شعار عتيق بن قراع المري، بو حمد يقدم لنا بشرى اللي تبشر بالخير من خلال هذا الانطلاق ومن خلال هذا التحرك. المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء سلابة لمحمد بن ناصر بن حمود آل شافي، يا سلام. الله يا هذا الشوط، الله يا هذا الشوط، بانت الأسماء، وأيضا هناك أسامي خلف الخمس مراكز الأولى تبحث بطبيعة الحال عن التقدم وتبحث عن الانقضاض إلى المركز الأول. هنا شعارات أيضا لا تقل أهمية عن المراكز الأولى، واصلة لا محالة، واصلة وتلاحق الشوط مثل ما يقولون ومثل ما يصفون، اقتربت الشعارات، اقتربت الشعارات، وما زالت حربة في هذا الموقف الصعب وفي هذا الموقف الحساس. حربة حربة حربة، وأيضا محمد بن سالم بن عجيان والعصا قوس حتى هذه اللحظات، قضية تتسلل، قضية يرقص شعار بالحبيبة ما بين شعار بن عجيان وما بين شعار بالعوض المنهالي، يا سلام. تتراقص الشعارات مشاهدينا الأعزاء على ظهور الثنايا البكار في هذا اليوم، يا سلام. الله المركز الرابع اللي تتسلل بشرى عتيق بن قريع بو حمد الآن ما زالت أعصابه هادية حتى هذه اللحظات. المركز الخامس الوصول والتقدم من سلابة محمد بن ناصر بالعوض المنهالي، وأيضا وصول من الغزيل فاهد بو ربعة الحربي، فاهد بو ربعة ممثلا لأبناء المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الشوط. ولكن أعود إلى حربة، حربة 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 على المركز الأول، قضية على المركز الثاني،
غشمرة على المركز الثالث، وأيضا بشرة على المركز الرابع، وسلابة والغزيل على المركزين الخامس، وأيضا السادس قادمتين. يا سلام يا سلام، أعود إلى مقدمة الشوط وآخر 2 كيلومتر. يا متابعين، بعد هذه الأمتار تتحدد معالم الشوط، تتبين أمور الشوط ووجهة الشوط إلى أين من هذه الشعارات القادمات. يا سلام، ما زالت حربة صامدة على مقدمة الشوط، صامدة على مقدمة الشوط رغم الضغوط من قضية بشعار سعيد بن راشد بن حبيب المري المركز الثالث، بشرى لعتيق بن قريع المري المركز الرابع، تصل الغزيل، مرحبا بهذا القدوم، شعار فاهد بربع الحربي. يا سلام يا سلام، على المركز الرابع، المركز الخامس سلابة لمحمد بن ناصر بن حمود الشافي. ولكن قضية تتسلل مشاهدينا الأعزاء تسلل تلقائي 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 إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. وين المركز يا متابعين؟ حربة 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 وقضية وبشرى والغزيل. يا سلام يا سلام، حربة في هذا الحرب، حربة في هذه المعركة الطاحنة الصباحية. وبشرى بشرى أيضا على المركز الثالث، الغزير على المركز الرابع، وسلابة على خامس المراكز. وانطلقت مشاهدينا الأعزاء قضية وانطلقت حربة، بانت المنصة يا متابعين، وخط النهاية يقترب، قريب قريب الخط يا متابعين. يا سلام، الشوط الأول يا متابعين، الشوط الرئيسي يا جماهير، الكيلو متر الأخير، نقترب من الكيلو متر المدير. وانطلقت قضية بقيادة سعيد بن راشد بن حبيبة المري. يا سلام يا بن حبيبة، يا سلام، وحربة ما زالت، العصا قوس قوس، الكيلو متر الأخير يرحب بالسبق، يرحب بهذا القدوم. وانطلقت قضية، انطلقت حربة أيضا تلاحق قضية. يا سلام يا سلام، المركز الثالث هنا شعار الغزير فهد بربع الحربي، ووصول من شعار البريدي، الذيبة تصل حمد بن جار الله بن حسين البريدي، وأيضا وصول من مزاحة صالح بن حنظل المري. مزوحة قادمة مزاحة، يا سلام يا سلام، ولكن انطلقت حربة، انطلقت حربة بشعار محمد بن سالم بن عجيان المري. وانطلقت قضية، حرب حربة، وعادت قضية مشاهدينا الأعزاء، قضية قضية قضية، من رحبت بها في النداء الأول وخبرتكم بأنها صاحبة إنجازات وسجلها حافل بالإنجازات. هذه قضية سعيد بن راشد بن حبيبة المري، يقدم لنا حربة، يقدم لنا قضية قضية قضية. حربة ما زالت تحاول، ولكن قضية مشاهدينا الأعزاء، عادت حربة، عادت عادت حربة في هذه اللحظات، قضية وحربة قضية وحربة. ولكن قضية سعيد بن راشد بن حبيبة يختطف مع قضية ناموس الشوط، وبالفعل تنهي القضية، تحل الأزمة قضية بهذا التقدم. سلام يا قضية، سلام سلام يا بن حبيبة، سلام. وحربة قادمة اللحظات الأخيرة، قضية 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 تختطف ناموس الشوط. تهانينا والناموس سعيد بن راشد بن حبيبة المري المركز الثاني، قضية لمحمد بن سالم بن عجيان المركز الثالث، الذيبة حمد بن جار الله بن حسين البريدي المركز الرابع، مزاحة لصالح بن حنظل المري المركز الخامس، بشرى عتيق بن قريع المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، وقضية تختطف المركز الأول للسعيد بن راشد بن حبيب المري بعد منافسة حامية الوطيس. ونشاهد مشاهدينا الأعزاء ملخص الشوط الأول الرئيسي، وشهدنا وإياكم مشاهدينا الأعزاء هذه المنافسة حامية الوطيس، وقضية هي تختطف الشوط الأول الرئيسي للثنايا البكار. إذن هذه لحظات وصول قضية إلى خط النهاية، وتوقيتها الزمني 13 ثانية 10 ثواني 20 جزء من الثانية. تهانينا، 13 دقيقة 10 ثواني و13 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن راشد بن حبيب المري المركز الثاني، حربة 13 دقيقة 10 ثواني 56 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن سالم بن عجيان المري المركز الثالث، كان الوصول من قبل الذيبة
13 دقيقة 14 ثانية 94 جزء من الثانية تهانينا والناموس الملك الذيبة حمد بن جار الله بن حسين البريدي تهانينا والناموس لجميع الفائزين. إذا مشاهدينا الأعزاء شهدنا وإياكم هذه